صح. هي دي طبعا الروح الرياضيه اللي دايما كلنا بنبقى حريصين عليها جوه وبره الملعب، لكن اكيد الكابتن احمد بلال عنده بقى اجواء مختلفه وذكريات لا يمكن ينساها، ويعني حضرتك راس حربه، فكنت دايما يعني عليك مسؤوليه كبيره جدا، انت اللي هتكسب الاهلي النهارده، ودايما كان اكيد بيكون عليك رقابه لصيقه جدا، فعايز اعرف مين من اللعيبه او مدافعين الزمالك اللي بيكونوا مان تو مان معاك، وفي نفس الوقت الذكريات اللي حضرتك لا يمكن تنساها. ايوه كده، خد نفس كده وقول لي بقى. يا ابني قول لي بقى، قول لي بقى يا ابني، احنا برنامج اسمه روح رياضيه. عايز مني ايه؟ قول لي بقى الذكريات بقى، قول لي بقى مين؟ مش لازم كلها يا احمد يعني. مش لازم كلها يعني، عشان انت ليك ذكريات سودة. دي حقيقة. لا لا بس انا هكلمك بشكل عام يعني، انا بص اعمل ايه، ذكرى او اتنين عشان لا بص